أم محمد وماريا بنات الست بهية، اللي بطولها شايلة الخمس عيال بتعافر عشان لقمة هنية، واللي بتشتغل وبتدرس وما تسألنيش عن ما هي، واللي بتركب الأتوبيس وتحاول تبعد عن كل إيد رضية، واللي شايلة البلد في الوزارة والسفارة والبيت والشارع وفي كل الأحوال الشخصية. قولي لهم تبقي مين؟ قولي لهم أنا جامدة وأبية، أفهم في الشدة وأفهم برضو في الحنية، ابن بلدي في عينيا هو وهو وكمان هي. هو لازم أكون من كسر عشان أكون شرقية، ولا دايماً أقول حاضر عشان أكون مصرية؟ شغل وسفر ومناصب ريادية، ولسه بنقول تلاقيها ست اللي سايقة العربية. بنطلون من جيبة قال يعني له أهمية، والنبي اسكتوا وشوفوا نتيجة الثانوية. ده أنا ليا مخ بيفكر وإيد شغالة عاملة زي الرزية. جوه البيت أو براه شغلي بياخد قوة وصبر ومفهومية. زيك يا ابن بلدي، أشتغل وأتعب وأشتاق للحنية. نقف جنب بعض نبني ونساعد ونعمر بلدنا المرية. لكن تقولي اسكتي اقعدي اسمعي الكلام يا ولية، أقول لك ما بلاش بدل ما نشوف بعض في محكمة العدل الدولية. طبعا واضح اني جايه النهارده اتكلم عن الجهاز الهضمي لانثى العنكبوت الطاير. طب والله انا جاي اتكلم النهارده عن الجهاز الهضمي لانثى العنكبوت، هقول لكم ازاي بس كمان شويه. الاول انا عايزه اتكلم عن مصر بعد الثوره، بالاخص عايزه اتكلم عن دور الستات في مصر بعد الثوره. واوعدكم انا لا هزعق ولا هضرب، وسايبه السطور في البيت على فكره مع اكياس الزباله ما جبتوش معايا، ولا هقعد اشتكي على حال المرأة في مصر القديمة ومصر الجديدة والمهندسين وامبابة، وهحاول اوريكم ان ممكن الواحدة تتكلم عن الستات وحقوقها بدون ما تكون ست معقدة بتكره الرجالة وجاية تسمعنا الكلمتين اياهم. نبتدي بمعلومة صغيرة التاريخ علمها لنا، في كل حتة في العالم حصل فيها ثورات وحروب تحرير. في خلال الحرب او الثورة كان عادة بيبقى اهل البلد دول ايد واحدة في وش العدو، وكانت الستات بتحارب جنب الرجاله بالظبط، زيهم زي بعض، كانوا بيموتوا بيتعذبوا يغتصبوا يتبهدلوا زي بعض بالظبط. ولما ربنا بيفتحها على اهل البلد دول ويتحرروا، يقعدوا بقى يمدحوا في دور الستات، لعبوه مع الرجاله جنبهم جنب بعض في خلق هذه الثوره الحضاريه كلها. وبعدين تيجي تبص حواليك وتلاقي الجند الدستوريه بتتعمل ما فيهاش ولا واحده ست، وزارات بتتشكل ما فيهاش ستات، ويجوا الستات يسألوا هو في ايه؟ كان عادة يترد عليهم يتقال لهم احنا متشكرين جدا على المجهود العظيم اللي عملتوه معانا، بس احنا دلوقتي محتاجينكم قوي 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 في المطبخ، فيا ريت ترجعوا البيت وتسيبوا لنا احنا الرجاله نقوم بالباقي ما تقلقوش. ونبتدي نسمع حاجات زي امال مين اللي هيربي الجيل الثوراجي الجديد؟ وبعدين ده الحاله الاقتصاديه سيئه قوي، احنا لاقيين شغل للرجاله اما نلاقي لكم انتوا كمان شغل، انتوا على طول كده ما بتبطلوش زن. ويخش لك بقى بالقضيه ويقول لك جرى ايه؟ هو مش الرجال قوامون على النساء برضو ولا ايه؟ اعترضوا بقى على كلام ربنا على راي مرسي الزناتي. وقبل ما نخش في خناقه ويبتدي حد يكفرني ويقول ان انا عميله اجنبيه جايه اهدم الاسره المصريه على دماغنا جميعا، عايزه برضه اقول ان الموضوع ده كان شاغلني بالذات، الموضوع ده كان شاغلني من زمان، فقررت اعمل فيه دكتوراه. وقريت وذاكرت وقريت وسافرت واكتشفت خير اللهم اجعله خير ان في دول فيها مجتمعات اسلاميه متطوره كتير زي ماليزيا، اندونيسيا، المغرب، جنوب أفريقيا، قدرت إنها تخلق من الدين عامل دفع كبير للحرية والكرامة والمساواة للرجالة والستات، بس بحقه حقيقي. قدروا يفسروا فكرة القوامة وحاجات تانية في الدين بشكل يحترم إمكانيات الرجالة والستات الجديدة النهاردة. في منهم اللي وصل إن القوامة دي ممكن تكون مشتركة بين الست والراجل،
وفي منهم اللدة القوامة للستات لوحدها عيني عينك كده بتوفر إمكانيات معينة. طبعا احنا ملناش دعوة بالناس الغريبة دي، احنا عندنا حاجات أهم بكتير، كاميليا وعبير وكده. أنا مش شايفة إن المشكلة الأساسية في النصوص الدينية اللي مكتوبة في الكتب السماوية، أنا شايفة إن المشكلة في حاجة تانية خالص، في إزاي إحنا بنخلق المعاني في حياتنا، إزاي بنقرأ حاجة ونديها المعنى اللي إحنا عايزين نفهمه أو تعودنا نفهمه، إزاي بنشوف حاجة ونفسرها بالطريقة بتاعتنا اللي متأثرة بإحنا مين، عايشين فين، مصلحتنا إيه، وخايفين من إيه. خد عندك موضوع العياط والتعبير عن المشاعر مثلا. تربينا ان كل ما يكون عندك امساك عاطفي كل ما تكون انت تمام وشكلك مسؤول ومحترم، لكن تبتدي تعيط او تنزعج او تعبر عن مشاعر حتى لو ايجابيه تبقى انت عاطفي وما ينفعش تاخد قرارات. حاجه طبيعيه زي التعبير عن المشاعر اديناها معاني من اختيارنا احنا. الحقيقه الست عاطفيه عشان بتعيط والراجل مسؤول عشان ما بيعيطش. طب عايز اسالكم، كم راجل من اللي قاعدين هنا النهارده اتحط قبل كده في ظروف صعبه وكان نفسه يعيط بس ما كانش قادر، كان خايف لا يتقال عليه مش راجل؟ حد يفهمني ايه العلاقه بين العياط اللي هو احتياج نفسي وفسيولوجي بمعاني الرجوله والمسؤوليه؟ كم مره كان في ستات عندكم في العيله او في الشغل هم اللي شالوا الليله في اصعب الظروف؟ الموضوع مش ست او راجل، لان كل واحد فينا عنده طاقه مساويه للحياه ولمواجهه اي حاجه تهدد الحياه دي بقوه. الموضوع احنا فسرنا حاجات معينه في حياتنا ازاي واديناها معاني معينه ازاي. معاني مش ضروري تكون هي الوحيده اللي صح. ليه ما عرفناش نفسر التعاطف مع الاخر اللي بالمناسبه الستات شاطره فيه عشان اتعلموه من وهم صغيرين مش عشان مخلوقين كده بس جاهز؟ ليه ما شفناش التعاطف ده على انه من احسن الطرق اللي بيدربوا عليها الناس النهارده في اعرق الجامعات لحل النزاعات ومخاطبه احتياجات المتنازعين، اللي عدم التعاطف معاها من البدايه كان هو اصل النزاع في الاساس. موضوع المعنى ده مهم، والاهم منه هو ايه اللي بيزقنا ندي معنى معين ومش غيره، الانسانيه ولا الخوف والمصلحه الشخصيه؟ هل معنى الرجوله بالنسبه لي جاي من مخاوف زي الناس هتشوفني ازاي؟ هيقولوا عليا راجل ولا مش هيحترموني؟ وبعدين يا عم انا مالي ومال شغل البيت ده؟ ما انا احسن لي ارجع من الشغل واريح وما اعملش حاجه بحجه ان ده شغل لا مؤاخذه الستات. وماليش دعوه بقى ان امي ولا مراتي بتشتغل بره زيها الصبح بس لازم ترجع البيت تكمل شغل عشان تخدمني. ولا معنى الرجوله بالنسبه لي جاي من شجاعه وانسانيه زي ان انا اقول في الموقف ده ايه الصح اللي يتعمل بانسانيه بغض النظر عن اللي حواليا شايفين ايه؟ ومن ناحيه الستات انا مش هسيبكم. هل انا مرتاحه اني اشوف الست انها درجه تانية فعلا عشان انا خايفه اتحمل مسؤوليه كواحده ست؟ ولا خايفه لما ملاقيش حد يتجوزني لو عملت فيها شملوله وينتهي بيا الامر بلقب عانس بجداره؟ قال يعني الرجاله ما بتعنسش. اهو حتى الاقي واحد يصرف عليا واخلف منه حته عيل ويلبس بقى هو موضوع الشغل والصرف ده لو اقدر. وبعدين الاقي نفسي انا اللي لبست المقلب لاني لازم اشتغل بما ان ربع بيوت مصر بتعولها الستات لوحدها ومعظم بقيه البيوت ما تقدرش تمشي بدون ما الاثنين يشتغلوا مع بعض. هل خوفنا ومصلحتنا الشخصيه دي هي اللي بتحدد لنا معنى الكتب اللي بنقراها والمواقف اللي بنتحط فيها واختيارات خلق المعنى اللي احنا بنعملها؟ عايز اقول ان المعنى اللي خلقناه من انسانيتنا هو ده المعنى اللي هيزقنا لقدام، والمعنى اللي خلقناه من خوف ومصلحه شخصيه النهارده ما يلزمناش. حصل ثوره في مصر، يعني كسرنا حاجز الخوف وكسرنا حاجز المصالح الشخصيه البحته. يعني هو ده الوقت اللي لازم يكون فيه عندنا شجاعة وحب للحياة إن إحنا نخلق معاني جديدة للأشياء، معاني للرجولة، معاني للأنوثة، للعنوسة، معاني للاحترام والمسؤولية والأدمية والسكون.
كان ممكن استسهل واقنعكم باهميه المشاركه الكامله بين الست والراجل في بناء البلد دي بعد الثوره على اساس ان الست دي مورد او اداه مهمه. خساره ما نستخدمهاش واحنا في اشد الحاجه اليها دلوقتي. لا، انا بحاول اقنعكم ان الستات زيها زي الرجاله في بناء البلد دي النهارده عشان هم بني ادمين زيهم. لا الرجاله ولا الستات ادوات. احنا بني ادمين مش بوتاجازات نازله بمانيول. وهو ده المعنى الجديد اللي لازم نبنيه مع بعض بدون خوف. مع بعض مش ضد بعض، بدون خوف. لو ما عرفناش نتخلص من الخوف ده في تعاملنا مع بعض كستات ورجاله هنخسر كتير كلنا. وافكركم هنا بقى بانثى العنكبوت اياها اللي بتاكل جوزها بعد ما تخلف. الست قبلت بالامر الواقع وقعدت مستحمله لغايه اما لقيت ان مفيش فايده في الراجل ده وعمايله. راحت واكلاه. والله واكلاه. اي نعم هي خلصت منه ومن قرفه اخيرا، بس لقت نفسها لوحدها بتربي العيال. ولما سالتها يا انثى العنكبوت الطاير، امال انت كان نفسك في ايه طيب؟ قالت لي نفسي في حاجات كتيره اي نعم بس بسيطه. نفسي اقعد لوحدي على قهوه في وسط البلد اكتب الكلام ده من غير تطفل ولا سؤال. نفسي البس واتانتك واحس اني بنت حلوه من غير ما اسمع كتر كلام. نفسي امسك ايده وانا بعدي الشارع من غير ما يقولوا لي ده عيب وحرام. نفسي احس وابكي واحزن براحتي من غير ما يتقال عليا رهيفه ومش قد الالام. نفسي امشي في الشارع اللي هو بتاعي وبتاعكم وانا رافعه راسي وباصه لقدام. نفسي أعرف ألاقي شغل يعيشني كويس وتكون كرامتي وأدميتي في التمام. نفسي وبغض النظر عن لبسي ما تشافش كجسم وعورة وفتنة لكل واحد مريض وجعان. نفسي أحب وأتحب في النور تحت الشمس قدام الخلق كلها وأنا حاسة بسلام. نفسي لما أتوكس وأتجوز وأجيب العيال ما أحسش إني مربوطة في ساقية بالكام. نفسي أتعامل كبني آدمة كاملة الأهلية ليها مخ وعقل وكيان. نفسي في حاجات كتيرة أي نعم بس بسيطة. نفسي لما تسمعوا الكلام ده ما تقولوش يا أختي هو إحنا ناقصين عكننة ولا شكاوي الأحلام برجوازية صغننة. ما هي البلد كلها دلوقتي سبهلالة في سبهلالة. تعالي اقفي معانا هنا في طابور الأحلام الوردية المهلهلة واحمدي ربنا بدل ما يتقال عليكي من القلة المندسة بتوع البلبل. مع بعض مش ضد بعض، بإنسانية وبدون خوف. شكرا.